مسنده أن راعيا يهوديا كان يرعى الغنم في جوانب المدينة، فعدى الذئب على شاة منها فأخذها، جاء الذئب وأخذ بشيء من الشاة، إما برجلها إما بيدها إما ربما بشيء من جلدها، أخذها وجرها معه، فلحقه الراعي، وكان مع الراعي ربما شيء يعني يضرب به هذا الذئب أو يرميه به أو نحو ذلك، فلحقه، فالذئب لأجل أن يهرب ألقى هذه الشاة وذهب. ثم لما توقف الراعي أخذ شاته، جلس الذئب وأقع على ذنبه، الذئب جلس على ذيله، ثم التفت إلى الراعي وقال: تعمد يعني تقصد وتأتي، تعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني؟ فالراعي تعجب، قال: عجبا، ما رأيتك اليوم قط ذئب مقع على ذيله يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: أولا أنبئك بأعجب من ذلك، ألا أنبئك بأعجب من ذلك؟ فسكت الراعي، ذئب يكلمني؟ فسكت الراعي. فقال الذئب: رجل بين النخلات في المدينة يحدثكم بخبر ما ذهب وما سيأتي، يخبركم بالأحداث الماضية والأحداث القادمة. يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالراعي لما سمع ذلك ألقى ما في يده وأخذ غنمه على المدينة، ودخل إلى المدينة وحاز غنمه في جهة منها، وضع الغنم في جهة منها، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويهودي ودخل في الإسلام، قال: أنا رأيت هذه العلامة من معجزاتك، من علامات نبوتك، مما يدل أنك نبي، أن الحيوانات تتكلم بنبوتك، هذا يدل أنك نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه الراعي بذلك قال لأحد الصحابة: نادي في الناس، نادي الناس. فالصحابي نادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي، أو قال هذا للراعي، قال: أخبر الناس بما سمعت. فقال: إني كنت أرعى غنمي فجاء الذئب وعد على شاة منها فاستخلصتها من، فأقع على ذيله وقال: تعمد على إلى رزق ساقه الله إلي وتأخذه مني. فقلت: عجبا، ذئب يتكلم؟ فقال: ألا أنبئك بأعجب من ذلك، رجل بين النخلتين في مكة في المدينة يحدثكم بخبر ما كان وما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويشهد أني رسول الله، إلا عاصي الجن والإنس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.